السلام عليكم ورحمة الله. في قناة عبدو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. لكل حال كما يقول لك المثل بكري، الناس بكري واش كانوا يقولوا؟ ريحة الكتان تاعي وتبان. والله العظيم غير اليوم غير مدرب تاع نيس تاع ران، عفوا مدرب تاع ران، تكلم على قضية غويري وأسكت أفواه اللي حبوا يديروا بلبلة في وسط الفريق، في وسط بيت الفريق الوطني، وهي غويري حاوزوا بالماضي، غويري ما حبش يلعب تيتيلار، غويري ما وفاش العهد الجزائر، غويري غويري غويري. اليوم راح تسمعوا مدرب نيس ندوة صحفية رسمية، رسمية. لما تكون ندوة صحفية سما تكون رسمية، ماشي بلاطوية تكلم ولا حاجة أخرى. هذا مدرب يتكلم على قضية غويري وشحال راح لابليسير ديالو تكون. كما قلت لكم عنده بليسير في الجونو، وقلت لكم الجونو ضربة حرجة لما تكون في الجونو، لابليسير تكون حرجة وصعبة، اللاعب ما يوليش تمتم. راح نسمعوا واش تكلم، من بعد نعاود نولوا للفيديو. تابعوا معنا واش تكلم مدرب قضية غويري اللي اليوم راح نغلقوا عليها السيطار، وما تزيدوش كاع تحطوا لنا في البلاطو وتقولوا لنا مش كيتش كان يطوف، دا لابليسير كان يطوف. خلونا مع هذوك الهضرات والكلام الفارغ، شوفوا واش تكلم مدرب. Il est très déçu et c'est premier pénalisé bien évidemment dans cette histoire. Alors la sélection aussi, nous aussi, puisqu'il y a eu un avant et un après Clermont, où suite au match de Clermont, il y a eu une douleur au genou qui s'est réveillée de manière assez importante. Il y a eu une communication immédiate entre le staff du Stade Rennais et le staff de la sélection. Donc les éléments ont été donnés à ce moment-là. Il fallait voir si la coupure pouvait permettre de récupérer suffisamment. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, il sera absent pour ce week-end. Je peux déjà d'ores et déjà vous dire qu'il sera aussi absent pour le match de Nice et qu'il va suivre un protocole médical pour récupérer. Il n'y a pas d'opération, il y a un protocole très clair, très précis qui a été décidé par le staff médical et qui donc va le tenir éloigné des terrains pendant quelques semaines. Après, combien de temps exactement, on ne sait pas. راكم سمعتوا معنا واش تكلم مدرب رين، مدرب رين، مدرب امين غويري. قال لكم كانت عنده اصابه عوده حياه، اصابه في الجونو، دونك ماهوش مهبول مدرب رين، هو يكذب على لاعب تيتيلار تاعو ما يلعبوش على جال الكذب. قال لك ما راحش يلعب زوج سمانات، راح قال لك ما فيهاش اوبيراسيون، فيها سما دواوات ومنا وكذا، ويزيد ما مرحله راحه تاع اللاعب. سي بور سا ما لعبش السيد ما تبليسا في مكه كما قالوا. قال لك لما كان يطوف تبليسا والناس بدات تستهزى والناس بدات تتمسخر، بلاطوات بدات تضحك وتقول لك جمال بالماضي حاوزو، واحد يقول لك بالليلي حاوزو، واحد يقول لك سليماني حاوزو، واحد يقول لك كذا، والاخر يقول لك كذا. عياونا بهذا لافير. الحمد لله اليوم مدرب رين كشف كل شيء وبين كل شيء، وراكم سمعتوا واش قال. قال لكم السيد كان مصاب، حياة له لا بليسير، بداوة دي دولار، سي بور سا ما قدرش يلعب مع الجزائر مع لا سيليكسيون، عاود ولا ودوك ماحش يلعب زوج سمانات، راح يريح وما فيهاش عملية جراحية، فيها إلا أدوية وراحة لهذا اللاعب. اليوم أسكت أفواه كل المنتقدين، البارح بلاطو في الشروق، والبارح بلاطو في الوطنية، والبارح بلاطو في الهداف، كلهم يغنوا بغناهم. لماذا يا اخواني الكرام؟ لماذا؟ علاش تحبوا البلباله علاه؟ علاش راكم ديروا هكا الفريق الوطني؟ خلوا الناس تخدم. السيد مبليسي ما حوزوا لا بالماضي لا والو، السيد جا بالماضي هذا جرى عليه باش جابوا الفريق الوطني، بعد يحوزوا اي عقل يقدر يدخل له في راسه هذه. قال لك واحد على جلب الليلي، واحد قال لك كاين اربعه، بن شيخ يقول لك كان يطوف وتبليسه، واحد يقول لك كذا. لا 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 ماهوش هكا اللي حب فريق الوطني خاوتنا. احنا الحمد لله اليوم مدرب رين تكلم ووضح الامور، وهذا الدوسي سي بون خلاص، مانيش نهضروا عليه خلاص. دوكا قبلونا اللي كانوا يقول لك باللي مخدومه وكذا وحوزه ومانيش شاك، لا انا نعرف نلعب كرة قدم وعلى بالي وكذا ومنا. هاو اليوم مدرب رين كذاب ثاني، المعني بالامر الاول كذاب، وعلى بالي دوكا
قويري راح يزيد يتكلم على هذه في بعد بضعه ايام، يزيد يتكلم على هاد لافير هذه باش يسكتوا مليح، باش يسكتوا مليح. تابعوا معنا واش تكلم تاني مجيد بوطمين كيفاش قصف ديريكتومون كل اللي كانوا شاكين وحبوا شاكين في هاد لافير تاع قويري. اسمعوا معنا واش قال مجيد بوطمين. مدرب رين يؤكد ان اللاعب امين قويري يعاني من اصابه حتى قبل مباراه كليرمون فوت التي جرت يوم 20 ديسمبر الماضي، والتي عاودت اللاعب اثناء تلك المباراه، وبالتالي حسم الامر ولم تعد هناك اي قضيه تذكر، خاصه اولئك الذين قالوا ان القضيه ستتضح خلال ساعات او ايام قليله. لا شيء من هذا القبيل سيحدث. اللاعب وصل مصابا للمنتخب بعد فحصه من طرف الطاقم الطبي، تقرر تسريح اللاعب لعدم قدرته على خوض نهائيات أمم إفريقيا، وانتهت القصة مع تمنياتنا بالشفاء للاعب الخلوق أمين قويري اللي على بالي باللي عنده إصابة. والبارح الفيديو تاع البارح قلت لكم على بالي باللي قويري ما يديرش هذا اللعب، وعلى بالي باللي عنده إصابة لهذه، لذلك ما لعبش مع الفريق الوطني. لا اله الا الله، محمد رسول الله من الناس اللي راهي تضرب في الفريق الوطني. تسنى هنا هذه هي واش قال بويش، واش قال ناصر بويش، قال لك راهم يستناو غير في الفيراج دوكا. السنايبر اخي دار هكذا بويش، قال لك راهم يستناو غير في الفيراج، يغلط تخلص. سما شافوا بالماضي، قال عليك شافوا قويري ما جاش الفريق الوطني، بدات البلبله في البلاطوات، وبداوا البارح يقول في البلاطو الشروق كلام، وبعد بلاطو اخر كلام، وبلاطو اخر كلام، حتى وين نفخوا لنا راسنا. والله بعد خرج لهم من عيد قاسي ورى لهم يا ناس ها واش كاين وهاوش كاين، الناس يتخدم باحترافيه، الناس يتخدم باحترافيه يا ناس. قويري ما يديرش هاد الشوفات، قويري انه مصاب. والحمد لله اليوم هاو خرج وتكلم مدرب رين واسكت افواه كل هاد الناس اللي كانت تنتقد في هذه القضية. أنا حاب دوك يقابلونا، دوكا قولوا لنا واش كاين، اسكو راهو كذاب هذا يا دوكا، راهو يكذب، أو يكذب مدرب رين. أنا لا أظن ذلك خاوتنا، أنا نقول نطويو هذا الدوسي هذا تاع قويري، قويري مصاب ما راحش يلعب أسبوعين وبالك فيها أكثر، لأنه الضربة تاع الجونو كما قلت لكم البارح في الفيديو ضربة واعرة واعرة بزاف، لازم لها راحة وأيام طويلة ومع أدوية كما قال مدرب رين. الحمد لله ما فيهاش عمليه جراحيه، تحيه الجزائر، لازم نوقفوا مع هذا الوطن ما نكسروش، لانه سميته وطن، فريق وطني تاع الرايه الجزائريه. لما نقصفوا فريق الوطني راك تخسف الرايه الجزائريه. انا بور مو لا يا اخواني الكرام، حان الوقت باش نوقفوا مع هذا الفريق وهاد الناس اللي راهي تكسر في الفريق الوطني. يا الله يا الله يا الله، ان شاء الله ربي يهديها، ربي يهديها اخوتنا الكرام، هذا واش راني نقول، ربي يهديها. قلكم شكرا لكم، تابعونا بقناة عبدو سبور، فعلوا الجرس، سلام.